نرجع لكم مره تانية مشاهدينا، وهنتكلم عن موضوع يعني اعتقد ان هو معقد جدا، يعني يمكن من اكثر العلاقات الانسانيه تعقيدا، هي علاقه الزواج ما بين الرجل والمراه. اتنين جايين من خلفيه مختلفه خالص بيعيشوا في بيت واحد. مهم قوي نسال نفسنا احنا بنتجوز ليه؟ يعني ابسط حاجه او دايما الاجابه المعتاده اللي اتربينا عليها يقول لك اصل سنه الحياه. ان نتجوز سنه ايه؟ يعني ايه سنه الحياه؟ مش مفهوم يعني سنه الحياه ليه. طيب الجواز كمان انواع، احنا شفنا جواز عن قصه حب، شفنا جواز صالونات، شفنا جواز احيانا بيكون مصالح، لكن في جواز او جواز قرايب. لكن الجواز اللي هنتكلم عنه النهارده هو الجواز الهروبي، ويمكن ده اكتر متواجد في نسبه النساء اكتر من الرجال في المجتمعات الشرقيه. فعايزين نعرف يعني ايه جواز هروبي واسبابه ايه، وازاي اعرف ان انا الجواز اللي انا داخله ده هروبي فامنع نفسي منه عشان ما ادمرش حياتي. ويمكن في حوارنا اللي فات كانت ضيفتنا بتاكد ان لازم تكون في راحه نفسيه من اول مقابله علشان يبقى في بعد كده استمرار للعلاقه، ولو في اي احساس ان في حاجه مش مظبوطه لازم نستجيب لاحاسيسنا دي. بس الحقيقه ان في اسباب كتيره جدا بتخلي البنات بتحاول تهرب من بيت اهلها، وحتى لو هي مش مرتاحه نفسيا تدخل في علاقه زواج، سواء بسبب كبت حريتها مثلا في البيت، الهروب من شبح العنوسه، الخوف جدا من ان هي ما تتجوزش. اسباب كتير جدا بتؤدي للنوع ده من الزواج، الزواج الهروبي من حاجات كتيره جدا في الحياه، ما تعرفش ان هي بعد كده ممكن حياتها تتدمر جدا لو كانت بتجري ورا النوع ده من الزواج. خلونا نتعرف على التفاصيل اكتر مع ضيوفنا اللي منورنا النهارده، دكتور يحيى جعفر استشاري الطب النفسي والعلاقات الزوجيه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. وبرحب كمان بدكتوره نهى سامي استشاري الطب النفسي بجامعه عين شمس. اهلا بحضراتكم منورنا. اهلا بيك دكتور يحيى. في البدايه عايزين نعرف بقى المشاهدين بشكل علمي اكتر، خصوصا حضرتك كمان استشاري في العلاقات الزوجيه والطب النفسي، يعني ايه زواج هروبي او تعريفه نفسيا؟ ما هو انا قبل البدايه قلت لك هو ايه الدافع للجواز؟ البدايه. وكلمه هروب وكلمه جواز، يعني منذ ان بدا الجنس البشري والناس كتير تعترض على الجواز وتقعد تشتكي من الزواج، ولكن هو المشروع الاجتماعي الوحيد اللي ناجح للحفاظ على الجنس البشري لغايه دلوقتي. فنركن شويه شكاوى الناس من الجواز واعتراضاتهم والكلام دوت، في الاخر المشروع اللي استمر على في كل الاديان وفي كل الحضارات من البدايه لغايه دلوقتي هو للجواز رغم الشكوى الكثيره من الزواج. نيجي للجزء بتاع كلمه هروب. طبعا معترض شويه على التعبير ده في حد ذاته. ليه؟ لانه هيترجم بشكل سطحي جدا. هو انا لو عندي ازمه داخليه ممكن تبقى علاقه خارجيه مهرب للهروب ليا في ان انا اعمل علاقه بره. ممكن مشاكل في العلاقات الانسانيه تبقى الجواز مهرب فيها. ممكن احتياجات ضغط عليا يبقى انا بتحرك للقدام عشان اشبع. يبقى اذا الجواز له دوافع كتيره جدا ما اقدرش انقي منها جزء واقول ان دوت ممكن ياذي الجواز. بالعكس، ممكن زواج هروبي وينجح، وممكن زواج ما بيني على ما يقال عنه حب ويفشل فشل ذريع. واظن معدلات الطلاق اللي موجوده في مصر ومعدلات الناس الحبيبه اللي بتطلق بعد في خلال اول سنه جواز اللي وصلت معدلات تخض في مصر، توريك ان حتى ما يقال عنه حب دوت جواه علامات استفهام كتيرة جدا جدا، انه قد يكون مبرر او تغطية سطحية لاحتياج تاني اعمق جواه خلاه يروح جاري في علاقة. ولازم العقل يبرر لنا كل السلوك اللي احنا بنعمله، يا حب بقى يا اي دافع وبتاع. العقل بتاعنا مطية للاحتياج اللي انا محتاجه، وانا عايز ابقى بحب، طب وانا مش عايز يبتدي يطلع لي مبررات، اصل ضحك عليا، اصل خدعني، اصل طلع مش هو، اصل اصل اصل. تمام. الجزء الثاني كلمه راحه، برضو شويه هتلاقي انا عندي اعتراض على الموضوع بتاع الراحه. الزواج هو مشروع مشترك بين طرفين هدفه في النهايه اعمار الارض والحفاظ على الجنس بتاعنا ده اللي ان شاء الله يعني ايه ممكن ننهي بقى. لا بس ازاي ما فيش راحه يعني؟ ما هو كده يعني انا معترض على ايه؟ ما المدمن بيرتاح لما ياخد مخدرات، اسيبه ياخد مخدرات؟ لا بس مش ده المقصود بالراحه اللي احنا بنتكلم فيها. بس يعني ما ينفعش ان انا ابقى بتجوز عشان احافظ على الجنس البشري ده صح؟ فعلا لا انا ما بتكلمش على دي، يعني انا بهزر. يعني فكره ان ممكن واحده تشوف واحد او واحد يشوف واحده ويبتدوا يتعرفوا وما يبقاش في راحه في اول لحظه، احتمال الاخر هو دوت اللي يكمل. أيوة علاقه جيده. ايوه كلمه اديله فرصه لازم. يعني احنا قلنا كده في الحوار اللي فات، احتمال ان انا احتمل. أيوة. الاخر لغايه ما فعلا اعرفه. هو في ناس بتقدر تعرف بعض من اول لحظه؟
هتبقى معرفة مضللة ومليئة بكمية ميكانيزمات وآليات كده. وكتير جدا من الناس يعني اللي بنسميه اللي هو الفيرست اللي هي النظرة الأولى ديت عادة ما بيبقاش فيها آخر حقيقي، بيبقى كلها احتياجاتي بروح رميها على طرف تاني وروح هو ده اللي أنا عايزه. هو الفكرة في موضوعنا النهاردة اللي هو الزواج الهروب يا دكتورة نهى، لما واحدة بتتجوز ما بتقولش ان هي هربانة، لكن هي فعلا ممكن تكون في البيت عندها مشاكل، الأب شديد، الأم مش متفهمة، في علاقة مثلا سيئة بين الأم والأب، في مشاكل كتير في البيت، فبالتالي هي شايفة ان الأمان ان هي تطلع من البيت ده. طريقتنا الوحيدة في الشرق ان احنا نطلع من بيوتنا ان احنا نروح بيوت تانية، بيوت زواج، فهي فممكن يكون هو ده المبدأ. فأول حد يتقدم لها أو أول حد يطلب الزواج منها على طول تبدأ تفكر بجد، وممكن حتى ان ما تديش لنفسها فرصة كافية ان هي تتعرف عليه. هنا بقى بتحصل المشكلة. تمام. هو انا هقولك على حاجة، هو حتة انه الانسان يبتدي يحط هدف بديل غير يعني الهدف اللي معروف للجواز، ان هو متقبل الشخص الاخر وانه عايز، يعني الجواز هي علاقة المفروض انها تبادلية ما بين طرفين ناضجين ما بينهم شيء مشترك بيقرروا دلوقتي، هو عبارة عن عقد بيبرم الآن، ولكن في توقعات وفي احتياجات كلها موجودة في المستقبل. يعني زي ما أكون بحدد دلوقتي أنا هعمل إيه بكرة، فكون أنه حد أحد الأطراف سواء كان على فكرة بنت أو ولد يبتدي ياخد الطريق البديل أنه هو يقرر مجرد الخروج من مكان معين واللجوء لده عن طريق أنه يخلي الجواز أداة، بدأت تبقى الموضوع قصة زي ما تقولي مفتعلة بتحطه في النهاية اللي مفترق طرق. يعني معنى أصح بعد ما هتعدي شوية من الوقت هتبتدي سواء راجل أو ست قدامه لإما هذه الزيجة تستمر بشيء من التعايش أو يبقى فيها شيء من الرفض. وهنا في سؤال بيفرض نفسه، هل استمرار الزواج يعني نجاحه؟ ما هو ده اللي انا عايزه اقوله لك. لو هقول لك بقى على فكره اللي انا عايزه اقولها لك، فكره التعايش مش معناه نجاح، والرفض مش معناه ان انا لقيت النتيجه المختلفه او النتيجه العكسيه. التعايش نوعي، ما انا ممكن اتعايش وانا قدرت اوصل، لانه زي ما كان الدكتور يحيى كان بيقول العلاقات ما بين البشر قد ايه هي معقده وقد ايه هي مش بالبساطه اللي طبعا. هي تبقى فيها موضوع الراحه من اول مره دي صحيح. لا، ولكن بدانا الحياه كنوع من أنواع الخروج من مأزق، من مشكلة، لأي سبب من الأسباب، لأي دافع من الدوافع، وخلال التعامل هنقول مثلا التعبير العامي بيتقال عليه حب العشرة أو ترابط عشرة. المهم أنه إحنا وإحنا موجودين في بيت واحد بقى فيه نوع من أنواع الاستقرار، خلق الاستقرار اللي هنقول مثلا عليه لإما نفسي واحتياجات جسدية بتلبى وما إلى ذلك. في هنا حاجة من اتنين، لأن الإنسان يقدر فعلا يصل للاستقرار نفسيا وجسديا ويبقى متوازن ويبقى يصل إلى شيء من السعادة النسبية له، ده بيعتمد عليه وعلى الشخص نفسه ولا على الشخص الزوج؟ على الاتنين. ما هي الموضوع معقد، أنا والطرف اللي اتجوزته والظروف بتاعتنا والحياة بشكل عام، وفي نفس الوقت الرغبة، خلي بالك أنه الزواج والحب والعلاقات العاطفية هي أنا رأيي أنها مش حاجة معقدة، دي فطرة ربنا خلقها برضو سبحان الله لاستمرار البشرية. الفطرة دي لما بيتقال عليها قبل الزواج حب أو علاقة رومانسية، يمكن كل الأديان لما اتكلمت أو إحنا الدين عندنا بيتكلم إنها مودة ورحمة. تمام. إذن في انتقال من كيمياء معينة في كيمياء الحب وهي فيها نوع من أنواع السعادة والنشوة والإحساس كده بأنه كل حاجة في الدنيا جميلة، يعني الكيمياء نفسها دي في بعض المؤثرات العصبية بتزيد في حالات الحب تحسس الواحد بالراحة والنشوة، وده بيفسر وفي نفس الوقت كيمياء تقل تخلي الواحد دايما عايز يبص ويفتكر صورة الحبيب ده أو العاشق اللي هو بيعشقه. طيب لو احنا بقى تكلمنا عشان نرجع بس للموضوع للرجل او السيدة، لانه ممكن الاثنين يبقوا في هذا الموقف،
لو هم في موضوع التعايش ده ما قدروش يوصلوا للتعايش السلمي دوت او السوي او التوازن، وفضل عنده احتياج انه يعيش الحاله الرومانسيه الاخرى او ما دي بقى فكره ان هو ممكن يطلع من البيت برضو بشكل هروبي، ممكن البيت يكون فيه مشاكل هو زي ما انا بفكر بالطريقه دي يطلع بشكل هروبي من البيت فيلاقي نفسه دبس في علاقه زواج ثانيه. ده السبب، لكن اللي حصل بعد كده كنتيجه لاما عاش وبدا ينسى فكره احتياجه العاطفي، فبيتقال عليها دي عامله زي ما تكون طلاق صامت كده، يعني انا مش متواصل مع شريك حياتي، مفيش اللي بيقولوا عليها الفرس الزوجي. لا برضو مش برضو شرط، غير مش شرط، انا اقصده انه مفيش نوع من انواع التفاهم والتبادل اشباع الاحتياجات ما بين الطرفين، لكن في نوع من انواع الاسره اللي اتكونت وبيت واسره واولاد وما الى ذلك، فالشخص بيبتدي يدور على حاجات بديله يعيش فيها الطاقة الإيجابية بتاعت الحب اللي احنا كنا بنتكلم عليها، أو يتعايش لمجرد أن أنا بعيش بربي الولاد وما إلى ذلك. في أشخاص في بعض الأحيان بتتمرد وترفض الحالة دي، فالرفض دوت ممكن ياخد فكرة أو صورة أني مش عايز أكمل، لأنه فعلا اكتشف بعد ما مشي بعض المشوار أنه في حاجة ناقصاه، علشان كده ربنا حلل الطلاق مثلا عشان الفطره البشريه. خلي بالك الرفض يعني دوت ممكن مش كل مره كل واحد بيرفض بيطلق. انا ممكن ارفض وممكن ان انا برفضي دوت اتعامل بصوره او بديناميكيه استراتيجيه مع شريك الحياه وما الى ذلك، وممكن اطلب الطلاق. هستاذن حضرتك في مداخله هاتفيه من الاستاذه شيرين. صباح الورد يا استاذه شيرين. الو. طيب فقدنا الاتصال وتحاول استاذه شيرين تكلمنا مره تانية. وطبعا سؤالنا او موضوع فقرتنا، هل بتشوف ان الزواج الهروبي، الزواج اللي بيبقى معتمد اساسا على اسباب زي ان انا بهرب من البيت، ان انا مش عايز يتقال، انا يعني انا كست مش عايزه يتقال عليا عين صحباتي كلهم اتجوزوا سبقوني في الجواز ولا لا، عايزه واحد غني علشان يعيشني في مستوى انا كنت متضايقه منه فيبقى مستوى مادي افضل، هل بتشوف ان الاسباب دي اللي بيطلق عليها مجازا الزواج الهروبي ممكن تؤدي الى زواج ناجح ام لا؟ يعني شاركونا باتصالاتكم الهاتفيه ونرجع تاني نكمل حوارنا. اتفضل. فزي ما كنت بقول لحضرتك انه في بعض الاحيان ممكن بعد فتره من الوقت يبتدي الانسان يبتدي يكتشف العائق اللي حاطه قدام عينه، ويلاقي ان الاسباب اللي خلته يختار الزواج والخروج من البيت دوت اتغيرت، وبدا يحتاج احتياجات اخرى، فيبتدي تركيبه النفسي والعاطفي يخليه يفكر في العمر او الطريقه او الحياه او اسلوب اللي كان مضايق. والجزئيه دي يا دكتور يحيى ممكن تحصل للرجال خصوصا في فتره عمريه معينه، ممكن يلاقي ان هو مش كل احتياجاته ملباه خصوصا من الناحيه العاطفيه، ممكن يلاقي ان يعني البيت كله بقى مسؤوليات، بقى طلبات، ما بقاش هو مش لاقي نفسه، فبالتالي يهرب من البيت لعلاقة أخرى، وممكن كمان زواج تاني ويرتبط بزواج تاني يكون بس الهدف منه أن هو يهرب من مسؤولياته في البيت. يعني لو هرب لزواج تاني في اللي أنا شفته أغلب الوقت ساعة ما يتعثر يبقى فيه مشكلة بيفضل يضحي بالزوجة التانية مش بالأولى، بس هي بقى ما بتبقاش مدركة كده يعني التانية دي ما بتحسش بكده، بيروح مضحي بالتانية مش بالأولى. وساعات على فكرة بيضحي بالأولى. لا 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 أقل يعني، بس بتحصل. معلش بس دايما حضرتك بتتكلم عن نسب. بالظبط. انا بميل للميل الاكتر بيبقى ايه منطقه الاحتياج. كل مرحله في عمر البني ادم طول ما هو بيكبر عمال ينتقل من حاله لحاله لحاله. لو تنت احتياجاته كما هي واتنقل لمرحله تانية بيعيش ازمه يعني عدم تناغم داخلي مزعجه. وانا قبل الجواز محتاجين حب وحاجات كده ظريفه وكلام من ده، بعد الجواز معلش بقى الجواز اصبح مشروع وعقد. دكتوره شاورت لكلمه عقد ودي كلمه مهمه جدا. البني ادمين المحترمين في العلاقات اللي هو يتقال عندهم كوميتمنت، التزام. معلش كوميتمنت في العلاقات الرومانسيه ده اتفاق زوج اتنين بيتفقوا مع بعض. كوميتمنت في الجواز او الاتفاق في الزواج دي مؤسسة اجتماعية. عشان كده في الحب يقدروا يسيبوا بعض. في الجواز بتبقى القصة صعبة تقيلة. جدا طبعا تقيلة، لان ده عقد ما ينفعش انه هو بيتحرك في الرحلة بتاعت حياته
يتنيه ثابت في مرحلة احتياجات مبكرة قوي ولسه عمال بيدور عليه. ده بيبقى مشكلة، النوع ده بيبقى مشكلة كبيرة. بيبقى مشكلة. يبقى القضية بالاحتياج ايه بقى؟ وهو البني آدم بيتنيل من مرحلة لمرحلة في حياته، وارد جدا ان يحصل له حنين لحاجات قديمة. حاجة من الاتنين، يا هيستحملها لغاية ما يعرف يعديها، يا هيروح محمل الطرف الاخر السبب. هل هي فعلا بتعدي؟ او راجل. طب هل هي فعلا بتعدي؟ اه. هو معلش يعني لو حضرتك شفتي في اجيال كتيرة جدا الناس كل فترة بتتحرك من مرحلة لمرحلة، بيظل في جزء بيتنيه رجليه مثبته في نوع الاحتياجات اللي هو بيدور عليه. طب ما هنا الزوجه تتعامل ازاي لو هو بقى فضل مراهق كده طول عمره، يعني بعد ما اتجوز فضل احتياجاته زي ما يكون قبل ما يتجوز؟ هنا الزوجه الطرف الثاني يتعامل ازاي؟ دي بقى مثلا من الحاجات اللي تقبل كسبب موضوعي للانفصال بالنسبه لها. اه ليه بقى؟ لو هي جريت ورا انها تحقق له اللي هو عايزه، بتأذي نفسها بانها التانيه طول الوقت عايشه في منطقه دي مشكله مش بتاعتها. يعني كاني بطلب من واحده في سن الخمسين او في يعني خلاص ناس متجوزين بقالهم 20 30 سنه، وبطلب من واحده في سن الخمسين انها ترضي احتياجات جوزها اللي هو ابتدت عنده وهو عنده 22 سنه. ما هي عمرها ما هترضيها. بالعكس هتبقى اهانت نفسها وشوهتها مقابل ارضائه، ودي ازمه جامده. يا يعني العلاقه بين الاثنين تبقى فيها تواكب مواكبه، يعني الاثنين عمالين يتحركوا مع بعض فيتنهم قابلين بعض، ودي الناس بيعجبوا جدا لما يشوفوا صورة واحد عنده 70 سنة حاطط ايده على كتف مراته عندها 65 وبيتمشى. هو الناس معجبة بايه؟ معجبة او ايه الرسالة اللي بتوصل للناس؟ ان حركة الاتنين في الحياة متوازية ويظل العقد في الزواج قائم. ساعات يا دكتور يحيى بيحصل العكس، يعني ساعات الزوجه نفسها بعد الجواز بشويه هي عايزه بعد ما تتجوز تفضل برضو جميله وتفضل في نظره جميله وتفضل طول الوقت يعني عايز يعاملها زي ما يكونوا لسه مخطوبين. برضو هنا هو يتعامل ازاي؟ بص حضرتك، هو بعد الجواز مباشره الازمه دي بتبقى في الستات، بعد الجواز ب 15 سنه بتتنقل الازمه دي للرجاله. بعد الجواز بالتانيه هي عايزه نفس الاحتياجات بتاعت ما قبل الجواز. انا دايما لما اتنين يجيلوا اقول لهم الجواز زي باب الاوضه دي، وانتوا بره ليكوا قانون. اول ما تعدوا الباب ده وتدخلوا جوه بقى فيه قانون تاني. بمعنى ايه؟ معلش، واحد بيقابل واحده كل شهر ولسه عنده مشاكل وبتاع، بيمسك ايدها بيحس باثاره شديده ويحس باحاسيس كده، خلاص بقينا في بيت واحد بقى. لو تنت العلاقه بنفس الطريقه والاحتياجات بنفس الطريقه هيبقوا كانهم اتنين يعني بيتصرفوا ببلاهه في سياق من غير منطقيه يعني. من غير منطقيه. بس الستات دي بتعلق عندهم شويه بعد الجواز وبتاخد وقت وبتهدى مجرد ما بتبتدي يعني تبتدي يبقى في اطفال، وتبتدي في الاحتياجات دي بالذات بتبقى مهم جدا. هو انا محوري حوالين نفسي ولا عندي استعداد اقبل ان الاحتياجات دي تبقى برايا؟ جزء في النمو البني ادم والنضج بتاعه طول عمره انه يجي وقت عليه ما يبقاش هو القضيه. بالظبط، يدي يعني يبقى متعته في ان هو يدي. مش متعه على فكره، ده تحقق لوجوده. ولو ما اتعملش بيعاني. يعني يقول لك انه ابتدى يعني لدرجه حتى الاسم الدكتوره هتفهم عارفاها كويس ستاجنيشن، ان الواحد بيعطم بقى الميه بتبقى راكده ويبقى عنده ويمكن الدليل على كده ان الولاد لما بيكبروا شويه ممكن الام والاب وهم خلاص ولادهم كبار بيعتمدوا على نفسهم ممكن يجيبوا طفل تاني علشان برضو يبقى نفس الاحساس بتاع الاطفال الاولانيين. لا مش فاهمه. يعني عايز يعني بعد فتره بعد ما الولاد بيكبروا خلاص احتياجاتهم بتبقى اقل ممكن الام والاب يفكروا يجيبوا طفل لسه بيبي المفروض على كبروا. لا يعني يعني مش كبروا مش 20 سنه يعني بس ممكن يبقى عندهم 15 17 سنه. لا في الاحفاد بقى يعني مش دور الاحفاد دي. مفهوم ساعات خلي بالك انه الاولاد لما بيجوا في مرحله في المراحل الاولى بيبقى الاب والام منهمكين في ان هم بيبنوا حياتهم فبيبقى في احساس انه ما استمتعش بالابوه والامومه دي. فيبتدي مثلا كتير جدا من الاباء والامهات يقول لك ان هو حس بنفسه او حس بتربيه الولد الاخير الصغير. طيب دكتور نرجع بقى للموضوع الاساسي وهو الزواج الهروبي. نمسك حاله من الحالات، البنت اللي بتهرب من مستوى مادي واجتماعي وبتتطلع لرجل يكون يعيشها في لوكجوريوس لايف او حياه فاخره، هل دي ممكن جوازها ينجح؟ خلي بالك من حاجة، أصل احنا دوافعنا كلها نسبية. يعني هي لو فعلا الدافع يعني نقدر نقول صح ولا غلط؟ ليه نقول على حد غلط؟ مش من حقنا نقول على حد غلط. تمام. أنا من حقي حتى أنا دوري كطبيب نفسي لو أنا قابلت حد
انا دوري ان انا يعني افهمه واساعده انه يتفاهم نفسه ويعيش حياته بتوازن نفسي، وبالتالي قدامه مجموعة من الحلول زي ما تقولي كده، كل حل فيهم ليه مميزاته وعيوبه. أفضل حل مناسب هو هيختاره، مش أنا هختاره له، هو الحل اللي بيقدر يتعامل مع عيوبه ويتكيف مع عيوبه، وفي نفس الوقت المميزات بتاعته دي تبقى هي الدافع اللي حضرتك بتتكلمي عليه. فوالله لو هي واحدة اختارت انها تتزوج من اجل المادة، الفكرة بقى ان هي لإما هتستمتع بهدفها بعد ما توصل له، عشان هي عارفة زي هي عايزة ايه. ما كان دكتور يحيى بيتكلم من شوية انه مع الوقت اللي بيحصل انه تفكيرنا بيتغير، وساعات احنا الطبيعة البشرية الواحد كل ما بيبتدي يمسك حاجة وياخد حاجة يبص على اللي مش في ايده بالظبط، فيفكر في اللي هي الفلوس خلاص او يعني المادة بقى موجودة. طيب في احتياجات تبدا بقى تفكر على في اشباع نفسي مثلا معين، انك بتبص على الحته الناقصه دايما عندك. التفكير بتاعها ممكن يتغير في بعض الاحيان. الموضوع نسبي جدا، يعني الموضوع زي ما تقولي مختلف من حد، بس دايما بيكون المقياس هو نجاح العلاقه دي من عدمه. يعني هو الفكره بس هي هل النجاح باستمرار الزيجه ولا النجاح، بس جزء من النجاح هو الاستمرار برضو. هنعتبر انه ده، خلينا نتكلم لو من الناحيه المجتمعيه فهنقول انه النجاح هو استمرار الزواج، ولكن السعاده ماذا عن السعاده في كده؟ لانه في مرحله من المراحل لازم الانسان هيبتدي يفكر في انه هو محتاج ايه. وعشان كده كتير برضو انا بس شويه ممكن اكون بختلف مع دكتور يحيى في القصه دي، في كتير من الرجال والسيدات في منتصف العمر في اوقات اخرى بيبتدي يختار اختيارات تماما مختلفة عن الاختيارات النمطية اللي احنا بنتكلم عليها. يعني وبالذات حاليا الوقت الموضوع اختلف عن زمان، لانه الموضوع المادي اختلف، السيدات بقوا كثيرة يعني مكتفيين بنفسهم ويقدروا ان هم يقيموا ماديات متحررة. الجزئية الثانية بقى في السوشيال لايف وفي الميديا وما الى ذلك، وليها تأثير شديد الأهمية على المجتمع كله بشكل عام. فكتير من الناس بتوصل لمرحلة اني لا ممكن اخد قرار مختلف. القرار المختلف ممكن يكون انفصال، وممكن يتزوج مرة تانية ويجد انه سعادته في الزواج. طب ولو لسه اللي هيتجوز، بتشوفي ان دي من الحاجات اللي بتصعب قوي عملية الجواز؟ يعني حضرتك اشرتي لنقطة مهمة ان الحياة اختلفت، الست بقت تقدر ان هي تبقى مستقله ماديا، تعرف تعمل لنفسها كارير وظيفي تقعد فيه طول حياتها، جابت لنفسها بيتها عربيتها فلوسها في البنك شكلها حلو، بتاخد بالها من نفسها، عندها اصدقائها، بتسافر بتروح بتيجي. هل دي من العوامل اللي بتخليها في قرار الزواج تبقى خايفه او قرار يبقى صعب؟ بمعنى ان هي اما بيتقدم لها حد مثلا او بتتعرف على رجل تقول لك طب انت هتضيف لي ايه زياده؟ يعني انا عملت لنفسي كل حاجه. انت ايه اللي هتعمله لي؟ يعني يمكن الاسباب قديما او في عصر ما او في اجيال ما كانت بتبقى حاجه مختلفه، تقول لك تتستت بقى يشيل مسؤوليتها، الاهل ما بيصدقوا عايزين يرموها على واحد. والله بجد انا بقى كلام واقعي. عشان كده متهيألي موضوع الزواج الهروبي ده اختلف دلوقتي حاليا، انا اعتقد انه نسبته قليله جدا. حتى البنات في اعمار قريبه جدا وفي الزواج الاول وهي في سن مبكر بتبتدي تبقى عارفه هي عايزه ايه الى حد كبير جدا، وعندها القدره والادوات انها توصل له. ممكن تاخد في بعض الاحيان قرار انها تتجوز لانها خايفه ان العمر يعدي معاها او غيره، لكن برضه الى حد كبير بتختار الانسب ليها الاكثر تمازج وتناسق معاها. ليها مقاييس ولا بتختلف من شخص لشخص حته الانسب؟ طبعا اكيد الانسب دي اختلاف شخصي طبعا، يعني فروق فرديه. بس بصي، هو الفكره انه المجتمع دايما لما بيبقى مصبوغ بلون معين بيبقى التشابه ما بين مجموعه الناس زي بعض، يعني غالبا المتقاربين في الزواج وفي الذكاء وفي المستوى الاجتماعي او غيره بتبقى اختياراتهم متقاربه، وتقدري انك تجيبي ما بينهم شيء مشترك وتتكلمي تقولي ان المجموعه دي بتتصرف بالنمط الفلاني. لكن الاختلاف الفردي ده شيء طبعا واضح ومهم، وده اللي بيخلي يعني حتى الشخصيات مختلفه. طيب سمات الشخصيه مختلفه. واخيرا يا دكتور يحيى، يعني لو الزواج هو هروب من شيء معين، حضرتك شايف ان النهايه الحتميه ليه لازم تكون فشل فيه ولا ممكن يبقى حفاظ عليه؟ ايا كان الدافع يصلح كبدايه، المهم هيكمل ازاي.
ايا كان الدافع، لان الله اعلم بالدوافع، في دوافع ظاهره واضحه وممكن يبقى الواحد جواه كميه دوافع ما يعرفهاش. تمام. وبعد الجواز بسنين يبتدي ياخد باله هو اتجوز ليه واختار ليه. ده في كتير جدا بيقول لك ان عمليه الاختيار انا عملت في نفسي كده ليه. لا مش بيبقى ندم، بس بيبتدي يوضح له الصوره. يعني حتى الاختيار الانساني، كلمه الاراده الحره دي او الحريه المطلقه في الاراده دي حاجه الهيه مش بشريه. احنا جوانا ما لا نعلم عن نفسنا واللي ممكن يشكل وعينا ويشكل اختياراتنا، عوامل ثقافيه وتداخل وتاريخ، حاجات كتيره جدا. ايا كانت البدايه تصلح، ايا كان الدافع يصلح كبدايه. هو المهم هيكمل ازاي علاقتهم، هتكمل ازاي، قد ايه الاثنين بيحترموا التعاقد، قد ايه الاثنين بيحترموا بعض. في العلاقات اصعب حاجه انك انت في البدايه لا ترى الا ما تريد. مفيش علاقه موضوعيه، زي ما مفيش بني ادم انا ما اقدرش اشوف الاخر الا من خلال احتياجاتي. تمام. مفيش حاجه اسمها بني ادم محايد اللي هو واقف كده يعني زيرو عند النقطه زيرو. لا، ما انا ليا احتياجات ودوافع جوايا مشكله مش اولويات. اصلا مش منطقي انك تبقى محايد. الله يفتح عليك. يعني منطقي انك تبقى موضوعي، بس مش منطقي انك تبقى على محايد. فكره حتى الموضوعيه ده اجتهاد ممكن توصل له بعد سنين من الجهد. صحيح. انما ما ينفعش اطلب من واحد في بدايه حياته انه يبقى موضوعي. يعني ايه موضوعي؟ برضه مش مفهوم. يبقى انا في الاخر بشوف في الاخر ما اريد. تمام. رحلة الزواج على فكرة هي التعرف على بقية الآخر. أيوة. أنا ما كنتش عايزه بقى. هيطلع في بقية الآخر ما لا أريد. أيوة. هنا بيبقى فيه السؤال، هل أنا قادر على أن أنا أشيل مسؤولية اختياري، ولا أول ما أشوف بقى ما لا يعني ما لا أريد فيه هروح قايل لا ما ينفعش؟ لو ده هيكون موضوع، ده هيكون موضوع حلقه جديده. ايوه. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا، نورتونا النهارده الدكتور يحيى جعفر استشاري الطب النفسي والعلاقات الزوجيه، شكرا لحضرتك. ودكتوره نهى سامي استشاري الطب النفسي بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدينا هنوصل مع حضراتكم دلوقتي لفقرتنا الاخيره، الفقره الفنيه بعد الفاصل.